السلام عليكم. ليس هناك من مدارس تهدم على أصحابها وعلى رؤوس أصحابها إلا للمسلمين فقط، سواء في العالم العربي أحيانا، في العالم الإسلامي أحيانا. لكن المصيبة الآن التي ترونها الآن، انظروا، هذه في بلاد الهند. مدرسة المعارف الإسلامية هذه ثالث مدرسة تهدم في بلاد الهند. لماذا؟ طبعا هناك تبريرات وتعليلات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. المسلمون أقلية كبيرة، ليست بالألوف ولا بمئات الألوف. المسلمون في الهند أقلية، لكنها أقلية بمئات الملايين، أكبر أقلية ربما على مستوى العالم، بل أكبر تجمع للمسلمين، أكثر من 300-350 مليون مسلم في داخل الهند. لكن للأسف الشديد ليست لهم حقوق، ونحن نرى الآن من هذه الحقوق التي تسلب منهم مدارسهم، مساجدهم التي بنوها بدمائهم، بأموالهم، بعرق جبينهم، لكن للأسف تهدم. وليس هناك من أحد يتحدث عن هذا. أيها الإخوة الكرام، إحنا دورنا كمسلمين أن نظهر هذه المآسي وتلك الفظائع. هل هناك قانون على وجه الأرض يعطي الحق لأي دولة، لأي حكومة، أن تهدم مدرسة من المدارس؟ مسلم الهند لهم دور فعال في الهند كبلد، وهم أصل أصيل فيها، ولهم فضل علينا كعرب وكمسلمين كذلك. ولذلك ينبغي علينا أن لا نقف صامتين، أقل شيء أن نصل بهذا الصوت إلى الناس، أن نخبر الناس بهذه الفظائع. انظروا بكل حالة من حالات البرود تهدم هذه المدارس التي ترفع الجهل عن الناس. لكن مصيبة هؤلاء أنهم يقولون ربنا الله، ونحن لا نملك إلا أن نقول لكم الله. أسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا في الهند، وأن يدفع عنهم الكرب والبلاء والهم والغم، وأن يؤيدهم الله جل وعلا بنصر من عنده. اللهم هذا ما نملك، ليس لنا إلا الدعاء يا أرحم الراحمين، فانصر إخواننا وكلهم ولا تكن عليهم.